قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت إن الخطة العاجلة لاستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية يجرى تنفيذها بتوقيتات محددة، سواء على صعيد أنظمة تخزين الطاقات المتجددة أو إضافة محطات جديدة وقدرات توليدية إضافية. جاء ذلك خلال استقباله لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حيث أعرب أعضاء اللجنة عن أملهم أن يشهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة طفرة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، أسوة بما حدث في وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدين على ضرورة التعاون والتنسيق والعمل المشترك لصالح المواطن فيما يخص توفير الكهرباء للاستخدامات كافة، خاصة أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ذات طابع خاص يتعلق بالحياة اليومية للمواطنين ومتداخلة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.